السلام عليكم، حياكم الله في برنامج تيك توك اللي بيعرفكم على أحدث المعلومات الحديثة في عالم التكنولوجيا. تتذكر يا ضرار قبل فترة كانت سوني إريكسون بينزلوا تليفون جريء في عالم الأندرويد، وقالوا إن في عندهم مشاكل، هو أعتقد إكسبيريا إكستن بالضبط، إكسبيريا إكستن، واجهوا مشاكل كثيرة وتحديات، بس في النهاية نزلوا بتليفون رهيب اللي هو إكسبيريا آرك الجديد. تعرف هذا التليفون إيش عجبني فيه أكثر شيء؟ غير إنه شكله يعني كذا حلو وكذا أنيق، وزنه خفيف الحقيقة غسان. هو وزنه 117 جرام، بطول 125 وعرض 63، بتكون السماكة من الخارج 9 وفي الداخل بتكون 8.7. غير كذا دائما لاحظت ان سوني إريكسون تحافظ دائما على الثلاث ازرار الرئيسيه اللي بالتليفون، يعني الزر اللي بالنص هذا اللي يتحكم بالقائمه الصفحه الرئيسيه، بعدين في الزر اللي على اليمين بالقائمه الرئيسيه، والزر العوده الموجود. في حاجه ثانيه انا من عشاق هذا الشيء يا ضرار، اللي هو فتحه اليو اس بي. هذا جدا مهمه بالنسبه لي، انا من نوع دائما احب اسوي تحميل للتليفون. تحت الفتحه هذه بتحصل الزر حق الصوت اللي يزود وينقص الصوت، تحته في اخر شيء في الزر حق الكاميرا. زر الكاميرا هذه يعني هو في مشكله ان انت لازم تضغط عليه بقوه عشان تطلع معك الصوره، بس سوني إريكسون في حقها المواصفات والتطبيقات يعني عوضت عن هذا بصفه داخليه من مزايا الكاميرا في الداخل، بنشوفها بعدين. ايوه هي اللمس. حاجه ثانيه هي السماعه اللي على الجهه اليسرى من التليفون اللي ممكن نشبكها بتثبت الهيدسيت يسموها، وحجمه تقريبا 3.5 مليمتر. حاجة ثانية مهمة بالنسبة لنا واللي عندهم خاصة تلفزيونات، اللي هو وصلت الـ HDMI الموجودة في أعلى التليفون، اللي ممكن عن طريقها مباشرة نوصل التليفون بالتلفزيون ونشوف الأشياء اللي نحبها كلها. طبعا هذا بشكل موجز، بس خلوكم معانا وبعد شوية بنعرف أكثر وأكثر عن مواصفات هذا التليفون. أهلا فيكم مرة ثانية، دحين بنحط إكسبيريا آرك الجديد تحت مجهر تيك توك عشان نتعرف على التطبيقات اللي فيه. إيش رأيك تقدر تعرفنا أكثر عنه؟ أكيد طبعاً، يلا نشوف. يصل وضوح الكاميرا في سوني إريكسون إكسبيريا آرك إلى 8.1 ميجا بيكسل، وتتميز بخاصية الاستشعار إكسمور آر، وتعمل الكاميرا على تصوير المشاهد الثابتة وحفظها في ملفات JPEG بسعة تتراوح ما بين 1 ميجا بايت إلى 1.5 ميجا بايت. وتتميز الكاميرا في هذا الهاتف ببساطتها وتلقائيتها، وعند فتح الكاميرا تجدون في يسار الشاشة قائمة مبوبة يوجد فيها خيار لتحديد الابتسامة، بالإضافة إلى 8 أنظمة للتصوير مثل نظام صور البورتريه والمناظر الطبيعية والتصوير الليلي وغيرها العديد من الخيارات، بالإضافة إلى خيار إزالة اللون الأحمر الذي يظهر في العين بالصورة. التصوير الخارجي، تلتقط الكاميرا صورا جيدة في الخارج مع نظام تقريب الصورة والعودة لشاشة العرض. الفلاش، تتمتع الكاميرا بخاصية فلاش متميزة وتعمل على أداء مهمة رائعة في إضاءة الصور. بدون فلاش لا يمكننا أن نقول أكثر من أن الصورة يتم التقاطها في الإضاءة المنخفضة، وبدون استخدام الفلاش تعتبر مقبولة فقط، ولكنها في الحقيقة ليست سيئة بالنسبة لصور الهواتف المتحركة. ماكرو، توفر الكاميرا نظام ماكرو منفصل يتيح لك الحصول على صورة من مسافة قريبة تصل إلى 4 إنشات من الشيء الذي ترغب بتصويره. النظام الليلي، الصورة التي شاهدناها الآن مأخوذة باستخدام النظام الليلي في زاوية مظلمة داخل غرفة مظلمة وفي الليل وبدون استخدام الفلاش، ومثلما شاهدتم فهي صورة جيدة جدا. المستندات، من الأمور الجميلة جدا في هذا الهاتف أن إعداداته تحتوي على نظام خاص يسمى إعداد المستندات، وهو مخصص لأخذ صور النصوص المكتوبة، وهو مشابه لنظام ماكرو. التصوير الخارجي للمناظر الطبيعية، يمكننا وصف التصوير الخارجي للمناظر الطبيعية في إكسبيريا آرك بأنه نظام رائع بالفعل، فالصورة التي تم التقاطها تبدو مطابقة للواقع تقريبا. أما عرض الصور في إكسبيريا آرك فيتميز بالحدة والوضوح والإشراق، لقد كان التصوير الخارجي للمناظر الطبيعية تجربة مذهلة. بعد ما عرفنا مواصفات إكسبيريا آرك الجديد، خلونا نتعرف على سلبيات وإيجابيات هذا الجهاز.
يمكنكم أن تصبحوا أصدقاء لتيك توك على صفحة الفيسبوك، وإذا أحببتم الصفحة فيمكنكم التعبير عن إعجابكم من خلال الضغط على زر لايك. أهلا فيكم مرة ثانية في تيك توك. دحين بنتعرف على سلبيات وإيجابيات إكسبيريا آرك الجديد. تعرف ضرار أنه هذا التليفون بشكله الأنيق ووزنه يعتبر من أجمل وألطف التليفونات في عالم الأندرويد. تليفون حلو، بس وجود الأزرار الثلاثة بجانب بعض بيعطيه وزن زيادة. تمام، بس في النهاية أنت تتكلم عن تليفون فيه كاميرا يعني مقياسها 8.1 ميجا بيكسل، وفيها خاصية استشعار الإكسمور آر اللي يعطيك يعني نقاوة للضوء، مهما كانت الإضاءة خفيفة يعطيك يعني نقاوة للصورة. كمان ما في كاميرا أمامية، وهالشيء خلى بعض الأجهزة المنافسة مثل HTC Desire S أنت أصلاً هذا الجهاز الأنيق تفوق عليه. أنت أصلاً ما يعجبك حاجة، خلوكم معي أنا. في التليفون هذا لما تصور بالفيديو يعطيك تقريب للصورة بشكل تلقائي أوتوماتيكي، فما في داعي تتعب بعد اليوم أنك تسوي زوم إن وزوم آوت. بس تعرف غسان، في برنامج تايم سكيب عليه مشاكل، وهالشيء يؤدي يعني إذا لغينا هذا البرنامج من الجهاز بيكون تقييمه أفضل وانتشاره أكثر. طيب، في شغلة ثانية في هذا التليفون أنا عجبتني، اللي هي الرياليتي ديسبلاي، تعتبر حلوة وجميلة. طبعاً أكيد مش أحسن من الآيفون، بس إذا بقارنها مع السامسونج جالاكسي إس أكيد هي أفضل. طبعاً بالضبط، يعني خلاصة الكلام إن إكسبيريا آرك الجديد يعتبر من أجمل وأرقى التليفونات اللي نزلت لحد الآن في سوق في السوق وفي عالم الأندرويد. أنا صراحة يعني أنصح الجميع اللي يدوروا على وزن خفيف للتليفون وحاجة يعني مثل ما يقولوا محترمة وحلوة إنهم يشتروا إكسبيريا آرك الجديد من سوني إريكسون. في نهاية الكلام أحب أقول لكم إن في تيك توك دائما بنعرفكم على أحدث المعلومات والتكنولوجيا في سواء كانت تليفونات أو أجهزة حديثة، بس تابعونا دائما وخلوكم معنا تيك توك.